cher, non, mais mes chers. Mes chers. Aïe, Jouj. T'es le gars, t'es le chat. Et 1000 mètres, rien n'est qu'il est. Mais il est. T'as vu, dit. Mais c'est tout ce que je veux dire. T'as cher. T'as cité dire chat. T'as cité dire chat, si tu veux dire, tu veux dire, il y a mal l'est faux. Il te dit, t'as cher. أنا وضمن سبتار هاتولي كاوديو سبتار نتون فيه سبتار نتون فيه تاتار انت انا سبكات اللي بان وزو هاتولي تجاوز معي هادي سبتار نتون واجو ما مين غرى الصباحة ها مين غرى الصباحة اللي تحضرت ما مين غرى نكوني ما مين غرى الغرى القايد الرئيس الجماعة القراوية زي شحال تخنوي سلم يمين السبتار 8 ونص زي 8 ونص تغاس تسعود الفلوس هيا ورثة ذي وضو ديون ايو هاد ني دغي دا يتندى ناول هذي يدى يوسي الحسن يوسي شان يوت شان تتختورو عتي الناس اللي اللي يمين تتخ اللي يكتزين تقاي الناس هاي ديو كيفاو تا اكيغ دغيش غاسي مشي نحرشن او فقط يوت نطط السورو من متونا يستيو غرفة الدرفة اولي زي الحسن والو ها؟ اولي زي الحسن تخواصا ولي اني السبيطارة تموت غير خطة دي لين ليزيرجونس يلي كان الدكتور يقيمن 2000 تسميتو 400 ناس اما نغرد 25 الف ناس اما وردك شلي وطبيب وردك شلي وتحسر اشتنين الف قوار تنين ولي ما جانش ولي ما جانش اللي انت اربعه الجماعات مزايا وجميع انت اربعه الجماعات كون دبر ذي وطبيب انت سبع دار تفكون مدن استهنا ما ايوه غاز زي تصبر عمين وشوي غاز زي تصبر ها ولا بد تنفر ها هذيك مطرع تمت خلاص قلت ان شاء الله وات من ضيدي نيت الخلايق تخوماتي ني غير انت مسمان تاع المركز الصحي الجماعي مع دار الولاده بيت نفيت او صح الصحه المريضه انت قوسن ستن ونبير اس المسيره الخضراء تو ضنيتها قوسن إنها معاناة مستمرة للإنسان القروي الذي يتوافد على المستشفيات والملاحظ بمستشفى تنفيت أو المستشفى المركزي أن غياب الأطر الطبية وغياب كل ما هو في صالح هذا المواطن المعزول وبالخصوص في العالم القروي بقيادة تنفيت التي تحوي أربع جماعات قروية وهذه الجماعات عجزت عن توفير ولو صحة جيدة لأزيد من 25 ألف نسمة والغريب في الأمر أن المواطنين والمرضى يتوافدون على هذه المرافق الصحية دون أن يجدون أي واحد يقوم باللازم لكي يخفف عنهم معاناة المرض والنموذج عنوز هي الذي أمامنا والذي يعاني من حصر في التبول ولو تواجد هناك ولو ممرض صغير لا تمكن من إنقاذه وقد أشعرنا السلطات العمومية وعلى رأسهم قائد قيادة تنفيذ ورئيس جماعة الدم الذي ينحدر منها هذا الإنسان المريض ولكن إلى حدود ساعة
لا مجيب لنا، وها نحن ننتظر ومعاناة عمي وزكي مستمرة، وهو يعاني رفقة ابنه الذي رافقه من أقدم وفي عز يوم فاتح يوم 6 نوفمبر يوم المسيرة الخضراء الذي يحتفل به المغاربة في ذكراهم، وها هم المواطنون المغاربة لا يزالون يعانون، رغم أننا نقول بأن هناك مستشفيات، ونداؤنا سيكون موجها إلى وزارة الصحة. ماذا تنايد نتوقع منه؟ ما تتدسين النتيجة؟ عمو زكي ماذا هي الحال؟ واجو ها؟ اسم الشكينتين؟ حجو حجو مي؟ ها؟ حجو حتى وين غير الزدب عدا غا سادسين سميتو لا لا غير الزدو سميتو سميتو مستشفى تنفيت وما أدراك ما مستشفى تنفيت. المستشفى الذي تحوم حوله القمامات والأوساخ على جانبات الطريق. إنها الكارثة الصحية.